السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة أزمور. مشاهدي قناة شوف تي في، واحد القصة اللي هي مأساوية ديال أمي مالكة مع بنياتها في هذا الدار هذه. مشاهدي قناة شوف تي في، أمي مالكة بغات تقري وليداتها، أمي مالكة بغات تعيش وليداتها، أمي مالكة بغات تشوف داكشي اللي ما حقاتوش، هي بغات تحقو في وليداتها. أمي مالكة اجي قربي حدايا هنايا، حقاش الكونيكسيون قليلة عندك لداخل. اجي وقفي حدايا هنا أمي مالكة. كيف ما كتشوفوا هذه هي أمي مالكة. أمي مالكة كارية بيت ب 3500 ريال، ما فيش الضو، ما عندكمش الماء، الماء كاين يعني الضو اللي ما كاينش. أمي مالكة عندها جوج البنيات، بنيات كيقراو في البكالوريا بجوج بيهم، يعني وضعية حرجة بالنسبة لها. هي أمي مالكة يلاه مات لها الراجل غير مؤخرا باش توفى لها، يعني الوضعية اللي كتعيشها أمي مالكة كتطلب منا أننا ندخلو، أننا نوقفو في جنبها ونمدو لها يد المساعدة. أمي مالكة ما كتطلب حتى شي حاجة، سوى أنها كتطلب شي محسن ولا شي واحد يجي يدخل لها الضو باش تقري وليداتها عن بعد، باش وليداتها يقراو مرتاحين. أمي مالكة بغات تشوف داكشي اللي ما حقاتوش هي تحقو في وليداتها بنياتها من طبيعة الحال. غادي نعطيو الكلمة لأمي مالكة باش تقربنا من الوضعية، تقربنا من المشكل ديالها، من المعاناة ديالها، من الآهات ديالها، وما علينا حنا إلا نتفاعلوا مع المشكل ديالها. أمي مالكة خذي الميكرو. أمي مالكة قربي حداك الميكرو شوية هكا. أمي مالكة شنو واقع؟ عاودي لنا شنو المشكل؟ دابا أنا كنطلب بنياتي باش يقرا، نصاوب شي دويرة ولا شي حاجة يكون فيها الضو، يساعدوني عليها المحسنين، كنطلبهم يساعدوني في شي دويرة الدار ما كاينش الضو، هي ديال الوراثة مولاها ما بغاش يدير لها الضو. دابا تعرضت ليا واحد المرة ساكنة الفوق، قالت لمو الفران عطيني تانا الضو، قالت لي عطيني تانا الضو باغي نتفرج علاش انا ما ناخذش الضو. انا قلت لي سعاده الحاجه انا كنطلب منك تعطيني الضو، هاد الوجبه ديال كورونا باش يقراو بنياتي، ما بيش نضيع مصانع عليهم مرحوم. قال لي ما تضيعيش بنيات، وقال لي تقليد على راسك بقى في عنقك، ما تضيعيش هاد البنيات ما تضيعيش، خاصهم يقراو لاباس هاد العام الجاي ان شاء الله عندهم الباك بغيتهم يقراو ليا. كنطلب منكم المحسنين شي دويره ساعدوني فيها، ولا كروها ليا ولا ساهموا معايا فيها. كنطلب الضو، الضو والمعيشة اللي جاب الله انا نتشاركونه بنياتي. الضو هو المهم، ما كاينش ما كاينش الضو. واخا ميمتي أمي مالكة كنعرفوا ان المرحوم هو اللي كان هازكم، هو اللي كان كيصرف عليكم. دابا المرحوم الله يرحمه، الله يجدر عليه الرحمات في هذا العواشر هذا، كيفاش كديروا مع الزمان؟ شكون اللي كيصرف عليكم؟ هو وليدي. شكون اللي كيجيب لكم الخبزه ولا طرفه الخبز؟ هو مات دابا الله يرحمه. دابا باش كتعيشوا دابا؟ دابا وليدي القسم الله كنجيبوا لهم صافي، كنجيب ديك الفرانك ديك النيه كنشارك انا وبنياتي، صافي هادشي اللي كاين. ما من الصباح انا ندور وليدي ما جيت تريال يا مسو اليوم. يعني كتخرجي كتسعي كاع كنسعى والله، كطلبي كاع كنطلبوا الله ياك امي مشي درهم واحد ما يعطيك شو هاد الازمه واعره وليدي صعيب بزاف. وشنو النداء ديالك للمحسنين؟ باش كطلبي المحسنين شنو تقولي لهم؟ يساعدوا معايا يعاونوني على هاد البنيات. فاش كيقراو؟ فاش كيقراو هاد العام الجاي ان شاء الله عندهم باك، هاد العام السيزيام الباك والسيزيام، كنطلب منهم يعاونوني عليهم، هنا الضو ما كاينش. يعني انت كتقولي بغيتي تقريهم القرايه عن بعد، كيف ما كنسمعوا انا مؤخرا كاين القرايه عن بعد. ما كانش وليدي الضو، ما كانش شي حاجه شي دويره فيها الضو ولا شي حاجه يساعدهم، يعني ما عندهمش باش يشارجوا التليفونات، ما عندهمش مساكن والو، موجود الله. اذا كان وليدي ما كانش يعاونوني على قرايه وصافي على بعد، اش غندير وليدي؟ كنطلب منهم. أنا مشاهدة قناة شوف تي في، كيف ما كتشوفوا القصة ديال أمي مالكة اللي توفى لها الراجل ديالها، عندها جوج البنيات كارية بيت
ب 3500 ريال. هو هذا المريح هذا مستغلينه، لحقاش هاد البيوت هادو بجوج ما كاينينش ما ليهم دوك هما مولات الدار باركين فيها على قبلي شي حد يعزيني بحال هكا. يستغلوا هاد المريح هذا باش يتبردوا فيه باش يجلسوا فيه غير مؤقتا. هما كاين داك البيت كتعيش فيه امي مالكه مع جوج البنيات والمرحوم اللي كان معاهم الله يرحمه. أم مالكة كتعيش معاناة اللي هي صعيبة، كطيح وكتنوض مع الزمان، ما حيلتها الكرا، ما حيلتها الضو، ما حيلتها الماء عفوا، ما حيلتها الصاير، ما حيلتها المعيشة، ما حيلتها القراية، ما حيلتها الدواء. هذيك ديما كتمرض ليا تاع الدواء. عندها الحساسية. ولا ما لقيتيش باش تشري الدواء ميمتي، شنو كديري؟ واش كندير؟ الا دورتي يدك لجيبك وبغيتي تجبدي وما لقيتي ما تجبدي، شنو كديري؟ كان معاوني راه مشى الله يرحمه، كان حاسني ما كنت فكر حتى في حاجه. الله يرحمه مسكين، انا عارف فيه شعرهم، حاولت مع باش يعيش وما عاش. حب الله هو احسن، هو العزيز عزيز ولكن الله احسن منه. بقات بلاصتو، بقات بلاصتو، بقات قداش ما تديش نبرك هنايا كيجيني المنال. الله ضو له ولا كان لما نلقى لما كاينش الضو كيبقى يجبنا علينا يضحك معنا معمر علينا وكل شيء. ان شاء الله يرحمه، تبقى بوحدي ان شاء الله يرحمه. فغنمشيو كاملين وليدي، الفراق لي صعيب، الفراق لي صعيب. وشنو الاحساس ديالك ميمتي هو كان معمر عليك الدار ومشى وخلاك بوحدك كتلاوتي مع الزمان، شنو الاحساس ديالك باش حسيتي ميمتي؟ حسيت بواحد الحاله ما هيش اللي كنشوفو امي مالكة الدموع كيطيحو من عينيك بحال الحجر. حسيت بواحد الحالة واعرة بزاف بزاف. ما كنتيش متوقعة؟ لا ما كنت كاع كندير شي حاجة، كان معمر عليا كنت حاطة عليه الراس مشبر روضة ومعطو والديا، حطيت عليه الراس هو بهاد البلاد هنايا. يا الله، حطيت عليه الراس ودرتو بحال با. يا الله، حاجة المغرب نعاودو لبعضيات بخيبة زينة، هو يجمع معايا ولا يجمع معايا. يا الله، دابا بقيت كنطير بلي رحيل، كنطير بلي رحيل والو. يا الله، رحيل. بقيتي بوحدك أمي يمشي؟ وحدي، بقيت وحدي لا حدي لا رحيل والو. كيف ما كتشوفو مشاهدة قناة شوف تي في، أمي مالكة كتقولك أنا تيتمت، بقيت بوحدي. الزوج بقيت كنعيش انا وياه، حاط راسي على راسو، ديره هو باه هو امي هو الاسره ديالي، مشى وخلاني، خلاني بوحدي، خلاني كنتلاوط مع الزمان، خلاني كنتلاوط مع بنياتي، نخرج نسعى كاع كنسعى والله، كاين اللي كيعطي درهم، كاين اللي كيعطي جوج دراهم، كاين اللي ما كيعطيش، كاين اللي كيعير، كاين اللي كيسب، كاين اللي ولكن ها هي الان امي مالكه كتفتح قلبها القناة شوف تي في والمحسنين اللي كيشوفوا في هذا البث المباشر، كطلب منكم انكم تعاونوا على الكرا، تعاونوا على الضوء، تعاونوا على الماء، تعاونوا على المعيشة، تعاونوا على كل شيء، الدوايات كل شيء. أمي مالكة شنو الكلمة الأخيرة، شنو النداء ديالك الأخير للمحسنين أمي مالكة، شنو تقولي اليوم؟ اللي قلت اليوم هو هذا وليدي، هذا هو اللي طلبت منهم، طلبت منهم راني قلت دابا وليدي. الله يكثر خيرهم، لك شي حد يتعاون معايا. واخا يتعاونوا معايا باش يقراو على بعض، واش غنديروا؟ يعني انا داخل عندك امي مالكة للدار، حقاش ما بغيتش ندخل للدار الداخل حقاش الكونيكسيون، ولكن غنحاولوا البوطه باش كيضويو. البوطه والحسكه اللي كيحطوا فوق منها الشمع، الحسكه كيف ما كتشوف، يعني هي ما كطالب حتى شي حاجه سوى انك طالب بوله يقراو عليها وليداتهم، الضو يقراو عليها وليداتها، هادشي اللي كطالب. كطالب لا كان شي محسن انه يجي يعاونها على الكرا، 3500 ريال الشهر، 3500 ريال الشهر انه يجي يتضامن معاها، يخلص لها شهر ولا شهرين ولا ثلاثه شهور، ولا يدير لها شي وسيله باش تضوي هي وبنياتها. مشاهده قناه شوف تي في، من طبيعه الحال نجات كتقول لي السلام تليفون، قول لي التليفون 06 حافظه. واخا مشاهدي قناه شوف تي في حنا ناخذ التليفون ديال 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 مي مالكة 096، من طبيعه الحال المدينه، مدينه عزمور اقليم الجديده،
ممالكة كتسكن في مدينة أزبور إقليم الجديدة. طبيعة الحال هما ما كيطلبوا حتى شي حاجة سوى أنه كيطلبوا بمحسنين، أنهم واحد من المحسنين يخلص لهم الكرة ولا يخلص لهم الماء ولا يخلص لهم شي بولة يجيو يضويو بها ولا المعيشة ولا يعاونهم حتى على السكنة أنهم يتحولوا من هنا يكون مكان يليق بهم ويليق بممالكة وبنياتها. 06 90 07 47 عيد 06 90 07 47 59. بطبيعة الحال الناس اللي كيسولوا على رقم تليفون راه كاين في العنوان ديال البث المباشر، هذا البث المباشر في العنوان ديالو 56. عطيني نقولها عفاك، عطيني نمرة تليفون. بطبيعة الحال خليكم معايا مشاهدي قناة شوف تي في، نجبدوا التليفون كيف ما هو 06 90 07 47 56. أعيد 06 90 07 47 56. هذا هو نمرة التليفون ديال الممالكة. الناس اللي باغيين يتضامنوا معها يمدوا لها يد المساعدة يعاونوها، فما عليهم إلا يتصلوا بها ويجيو لعندها لعين المكان ولا يتعاملوا معها بشي طريقة معينة. مشاهدة قناة شوف تي في، نتلاقاو في بث مباشر واحد آخر إلى ذلك الحين. كنقول لكم إلى اللقاء، بالسلام عليكم.